فيروس كورونا يقتحم أبواب مجلس الأمن ويجبر أعضاءه 15 على العمل من منازلهم. العمل عن بعد أتى ثمارا جيدة إذ اتفق المجلس بالإجماع على 4 قرارات دولية تتضمن مهام حفظ السلام وغيرها. التصويت تم عبر البريد الإلكتروني للمرة الأولى في تاريخ المجلس. في المقابل يرى العالم مساعي دولية للتعاون وخصوصا بين الروس والأمريكيين وبين الصين والغرب وأوروبا والعالم. هذا على مستوى التصريحات، فهل يدفع فيروس كورونا العالم إلى ترجمة أقواله أفعالا؟ وهل يتحد مجلس الأمن على إشهار الفيتو في وجه الوباء هذه المرة؟ من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يواجه أكبر أزمة صعبة منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف غوتيريش أن ثمة خطورة أن يسهم المرض وآثاره الاقتصادية في زيادة انعدام الاستقرار والاضطرابات والصراعات. ودعا غوتيريش لاستجابة عالمية أقوى وأكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا والدمار الاجتماعي والاقتصادي الذي يتسبب به. وشدد أيضا على أن هذا سيكون ممكنا فقط إذا تعاون الجميع وإذا تناسينا، كما قال غوتيريش، الألعاب السياسية وفهمنا أن البشرية على المحك. لمناقشة هذا الموضوع معنا من فيرجينيا الدبلوماسي الأمريكي السابق السفير لينكولن بلومفيلد، ومعنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية دكتور محمد كمال. مرحبا بضيفي. سفير بلومفيلد، دعني أبدأ معك. تصريح لافت لغوتيريش، هل هذا يندرج في سياق يعني ربما رفع المعنويات أيضا مرة أخرى، أم أن هناك بالفعل فرصة اليوم أمام العالم لتوحيد الجهود لوضع الخلافات جانبا وإظهار جهد موحد في مواجهة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع الدول؟ أعتقد أن هذا يأخذ اتجاهين. الأمين العام غوتيريش محق، يجب أن يتم التعاون والتضامن، وهناك مجال للعمل معا ما بين الدول والأمم المتحدة وخصوصا الوكالات الأممية مثل اليونيسف والوكالات الأممية الأخرى. وفي الوقت نفسه فيروس كورونا المستجد يجدد التأكيد على أهمية التعاون فيما بين الدول واستخدام الموارد المالية واللوجستية من أجل مواجهة الفيروس. ومن جهة أخرى، كل دولة تعمل على حدال مواجهة الفيروس، ولا بد أن تكون هناك مجالات مشتركة للعمل. وآمل وأعتقد أن مجلس الأمن سيكون مفيداً ومنصة جيدة للتعاون، لكن في الوقت الحالي ما تزال كل دولة تواجه هذه الأزمة داخل حدودها. دكتور كمال، مساء الخير، مرحباً بك معنا أيضاً في هذا النقاش. ما رأيك، هل يعني تصريحات السيد غوتيريش تصريحات عملية يمكن ترجمتها على أرض الواقع، أم أنه كما يقال بالإنجليزية too little too late؟ يعني قليلة جاءت هذه التصريحات وفي وقت متأخر، ما رأيك في ذلك؟ يعني أعتقد هي تصريحات مهمة، ومن الطبيعي أن تأتي منه بحكم أنه على رأس أهم منظمة دولية في العالم. أنا أعتقد إنه هذه التصريحات هي رد فعل الحقيقة لحالة يعني الاختلاط في الرسائل الموجودة الآن. هناك رسالة قومية شعبوية تؤكد على أهمية الانفصال بين دول العالم، أهمية دعم أمن الحدود، أهمية وضع قيود على السفر، أهمية وقف ما يسمى بسلاسل الإمداد بين الدول المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هناك رسالة بتؤكد أن هذه اللحظة تؤكد على أهمية التعاون الدولي. لا يمكن مواجهة هذا الفيروس بدون التعاون الدولي. هناك حاجة لمؤسسات فوق قومية مثل منظمة الصحة العالمية،
الدول الأوروبية الآن تتطلع إلى المؤسسة فوق القومية التي تنتمي إليها وهي الاتحاد الأوروبي لطلب المعونة والمساعدة. هناك حاجة لدور صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات لدول العالم المختلفة. فالحقيقة في رسالة بتؤكد على القومية وأمريكا أولا وإيطاليا أولا والشعبوية، ولكن هناك رسالة أخرى تؤكد على أهمية التعاون وعلى أن هذه أزمة عالمية وليس أزمة تتعلق بالعولمة، والعولمة تستمر ولكن ربما تحقيق تحتاج قدر من تصحيح المسار. أنا أعتقد رسالة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي مع التوجه الثاني الذي يؤكد على أن هذه لحظة للتعاون بين الدول المختلفة. سفير بلومفيلد، ما رأيك في هذه النقطة التي أثارها الدكتور كمال؟ نقطة مهمة، هل هذا الوقت هو وقت الانعزال والتحدث عن الاستقلالية والجهود المبذولة داخل الحدود القومية، أم أن هذا هو الوقت للعمل الجماعي كما يعني لم تتطلب الأمور ذلك من قبل؟ هل الآن طريقة التعامل مع هذا الوباء يجب أن تكون بجهد عالمي موحد، أم أن كل دولة مسؤولة عما يجري داخل أراضيها؟ أعتقد أنني متفق مع ضيفك من القاهرة وهو عبر عن الأمر بشكل متقن. نعم، في الواقع كما نرصد من أمريكا، الاتحاد الأوروبي لم يتفق على تفويض موحد للتعاطي مع القضايا الصحية. كل دولة أوروبية تتعامل مع هذه الأزمة من داخل حدودها، وهذا هو الخلاف الأبرز في أوروبا. لذلك الأوروبيون يتطلعون إلى حلفائهم للحصول على مختلف أشكال الدعم. هنا في أمريكا النقاش يجري في اتجاهين. كما تتذكرون، الرئيس ترامب يراهن على إعادة انتخابه، ولذلك هو يستخدم رسائله الخاصة التي تحيد نوعا ما عن مسألة أمريكا أولا، وأن الإمدادات يجب أن تبقى داخل الولايات المتحدة الأمريكية والاستقلال عن الواردات الصينية. وهناك أيضا مساءلات حول مدى الشفافية من قبل الحكومة، وأن هناك دعاية من إيران وروسيا والصين. لذلك هذه الأشياء جزء من النقاش الجاري والدائر في أمريكا. أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنخرط بقوة مع المجتمع الدولي، وهناك منظمة الصحة العالمية، وأمريكا هي متبرع ومانح أكبر من الصين بعشر مرات لهذه المنظمة. ولذلك أعتقد أنه مع الوقت الولايات المتحدة الأمريكية ستكون متحمسة لإيجاد مكان لها في التضامن مع أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأماكن أخرى، وسيكون هناك نظرة أخرى إلى العالم بعد أن نراقب ونسيطر على الفيروس. دكتور كمال، مسألة اليوم يشدد عليها كثيرون في العالم من المسؤولين وغيرهم في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، أنه يجب وضع الخلافات جانبا. الخلافات السياسية التي كانت سائدة قبل هذا الوباء يجب وضعها جانبا، والتركيز على كيفية التعاطي مع هذا الوباء بغض النظر عن تلك الخلافات. اليوم بالمناسبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ألمح إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى للمساعدة في محاربة وباء كورونا. طبعا لم يقدم أي إشارات ملموسة على هذا الموضوع، ولكنه لمح في إجابته على بعض أسئلة الصحفيين عن ذلك. طبعا العقوبات لا تشمل كما هو معروف المواد الطبية وغيرها، ولكن هناك الكثير من الشركات التي تتردد في التعامل مع إيران، مع كوبا، مع كوريا الشمالية بسبب العقوبات المفروضة عليها. هل هذا هو الوقت المناسب لوضع هذه الخلافات وربما الانتظار للتعامل معها في مرحلة لاحقة؟ أعتقد من الخطأ تسييس هذه الأزمة.
لأن هذه الأزمة في واقع الأمر أكبر من السياسة وأكبر من كل دولة. يعني على سبيل المثال نجد الآن أن يعني دولاب الحياة ودولاب الإنتاج بدأ للعودة في الصين، ولكن الصين اكتشفت أن لا يوجد طلب على منتجاتها لأن باقي دول العالم تعاني من الركود وتعاني من أزمات اقتصادية. فهذه الأزمة يعني أزمة أبعادها الأساسية ليست البعد السياسي، ولكن لها أبعاد إنسانية، أبعاد طبية، أبعاد اقتصادية. وأنا أعتقد من الخطأ تسييسها، ومن سوف يسعى لتسييسها سوف يدفع ثمن لذلك، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية. لأن المواطن الآن بما فيها في الولايات المتحدة لا يهم كثيرا أن يسمى الفيروس كورونا أو الفيروس الصيني، ما يهم هو أن يتم التخلص من هذا الفيروس، ما يهم هو عودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى. وبالتالي إلقاء الاتهامات السياسية سواء على من حزب ضد حزب آخر أو من دولة ضد دولة أخرى لا أعتقد أنه سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل على العكس قد يكون له نتائج سلبية. هذه لحظة للوحدة الداخلية داخل الدول بغض النظر عن التباينات السياسية داخلها، ديمقراطيين جمهوريين إلى آخره، ولحظة أيضا للتوحد بين دول العالم أيا كان التوجه السياسي الذي تتبناه دولة ما. وعلى ما يبدو هناك دكتور كمال مساعي في هذا الاتجاه الذي تتحدث عنه، هذا التعاون، هناك خبر يشير إلى أنه باحثين أمريكيين وصينيين أعلنوا ابتكارهم لأداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين سيعانون مضاعفات رئوية خطيرة. على ما يبدو هناك على الأقل في الجانب العلمي الجانب الطبي بعض التعاون، ولكن أيضا على المستوى السياسي هناك تصريحات في اتجاه مشابه. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت في تصريح لسكاي نيوز عربية إن الوقت ليس مناسبا لتبادل الاتهامات مع الصين. وأضافت المندوبة الأمريكية في تلك المقابلة أن بلادها تحاول الاستفادة مما قامت به الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا للتخفيف من آثاره، ليس في الولايات المتحدة فقط وإنما في العالم. نتابع. نحن نأسف لهذه الخطوات التي تتخذها الصين، ليس الوقت مناسبا لتبادل الاتهامات. نحاول أن نستفيد من التجارب السابقة للدول التي تفشى فيها الوباء، ونود أيضا أن نستفيد مما قاموا به من أجل أن نتدخل بشكل سليم. ما نحتاج لمعرفته هو أن الوزير بومبيو قدم أطناناً من المعدات الطبية إلى الصين، وكان ذلك في بداية فبراير، كما أرسلنا خبراء من مراكز مراقبة الأمراض والتحكم فيها والوقاية منها. نحن نعرف من أين أتى الوباء، لكن الأهم هو أن ننظر للمستقبل ونحاول تخفيف الآثار ليس في أمريكا فقط وإنما في العالم بأكمله، لأن هذا الفيروس لا يؤمن بالحدود. سفير بلومفيلد، لافت تصريحات السفيرة كرافت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بأنه هذا ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات بين الصين والولايات المتحدة. الكرملين في موسكو اليوم، المتحدث باسم الكرملين أعلن أن الرئيس بوتين عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مساعدات روسية لمواجهة فيروس كورونا، والرئيس ترامب قبل هذا العرض. وأيضا هناك معلومات تشير إلى أنه طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية ربما تغادر إلى الولايات المتحدة اليوم. سنتابع هذا الموضوع بلا شك. ما رأيك في ذلك سفير بلومفيلد؟
أنا أتفق مع ما قالته السفيرة كيلي كرافت، لأن الوقت غير مناسب لإقحام السياسة أو الأيديولوجيات، على الرغم من وجود بعض الأشياء تطفو على السطح. من منظور أمريكي، أنا أرى أنه يجب التركيز على مواجهة الوباء والفحوص واحتواء تفشي الفيروس. قد ستكون هناك أوقات عصيبة في الشهرين المقبلين، وكذلك الأمر في مختلف أنحاء العالم، لذلك الوقت ليس مناسبا لإقحام بعضنا البعض في سجالات أيديولوجية، لأنه في نهاية المطاف نحن نتحدث عن أهمية الشفافية، لأننا إذا لم نعرف من هو المريض ومع من يخالط هذا المريض، فسنجد أوقاتا أصعب وسنجد صعوبة في احتواء المرض. لذلك الشفافية مهمة للغاية للوبائيين وكل من يواجه تفشي هذا الوباء، ولذلك الحكومات في العديد من أنحاء العالم واجهت صعوبة كبيرة بسبب غياب الشفافية، وسيكون هناك المزيد من عدم اليقين، لأنه مثلا إذا تحدثنا عن إيران بسبب غياب الشفافية فسيصعب عليهم مواجهة الوباء، وكما قلت هناك بعض الأوقات الصعبة والعصيبة التي تنتظرنا مع مرور الأسابيع ومع تلاشي مع سوء الأمور في أمريكا. سنركز على حاجات الناس، والحكومة يجب أن تلبي طلبات الناس، ويجب علينا التعاون. ستكون هناك أوقات عصيبة سيتعين علينا أن نركز عليها، وبعد ذلك ننتقل للأشياء الثانية. دكتور كمال، إلى أي مدى هذه الموجة، هذا الوباء الذي يجتاح دول العالم، أظهر أوجه ضعف لم تكن معروفة لدى الكثير من الدول القوية على الأقل؟ اليوم البعض يقول قوة الدول لم تعد بترسانتها من الأسلحة سواء التقليدية أو غير التقليدية. اليوم نتحدث عن صناعات مثل الكمامات الواقية. الرئيس الفرنسي تحدثنا في الجزء الأول، زار اليوم مصنع لهذه الكمامات وتعهد بزيادة الإنتاج، وكأن هذه المعدات أو هذه المنتوجات هي التي أصبحت اليوم الصناعات الحيوية والاستراتيجية، صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي. إلى أي مدى هذا الوباء يعني أبرز بشكل واضح هذه المسألة؟ يعني أعتقد كما ذكرت حضرتك، عالم ما بعد كورونا سوف يختلف عما سبقه، ولكن أيضا علينا أن نضع في الاعتبار أننا في لحظة أزمة، وبالتالي التعامل مع الكثير من القضايا يتم من منطق الأزمة. الأزمة تتطلب التركيز على صناعات معينة، أجهزة التنفس الصناعي، الكمامات إلى آخره، ولكن عندما يعني تهدأ العاصفة وتعود الأمور إلى حالتها الطبيعية، أعتقد الأولويات قد تختلف. ولكن من المؤكد أن في مرحلة ما بعد كورونا سوف يكون هناك تركيز أكبر على قطاع الصحة وعلى البنية التحتية للصحة في العديد من دول العالم، ولا أعتقد أن دول العالم وحكومتها أي كان توجهها الأيديولوجي سوف تبخل في الإنفاق حول هذا بالنسبة لهذا الموضوع. أعتقد من الجوانب الفارقة أخرى ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات. يعني العالم أعتقد خلال هذه الأزمة جسر الفجوة ما بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، وخاصة في مجال التعليم، وتم إعادة الاعتبار للإنترنت مرة أخرى. يعني نتذكر جميعا أن الإنترنت والفيسبوك وإلى آخره كانت عرضة لهجوم وانتقادات كبيرة في مرحلة ما قبل كورونا. الآن الكثير منا يتحدث عن الجوانب الإيجابية للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتعليم عن بعد، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا وللاتصالات. فأنا أعتقد أن هذه أيضا نقطة مهمة. سفير بلومفيلد، في أقل من دقيقتين، هل هذا التعامل، هل هذا النمط في أسلوب التعامل في العلاقات الدولية اليوم
هو فقط لوجود هذه الأزمة كما أشار الدكتور كمال، أم أن هناك ربما يكون إعادة نظر في بعض الأساليب والأدوات التي كانت متبعة في السابق حتى بعد اجتياز هذه الأزمة؟ علينا أن ننتظر لنرى. هذا سيتوقف على الشخصيات القيادية. تحدثتم عن ماكرون، ويمكن أن نتحدث عن أنجيلا ميركل التي قدمت خطابا مهما أعتقد أنها كانت مفيدة للأوروبيين. لذلك أعتقد أن دور القادة مهم جدا في هذا الصدد. الروح التي تسود لدى الناس ستكون حزينة لأن قطاع الرعاية الصحية يجب الارتقاء به، لكن أيضا هناك نوع من الإنهاك الشديد سيكون مخيما على مقدم الرعاية الصحية، وسنستأنف بعد أشهر. نأمل أن يكون هناك لقاحات متوافرة، لذلك الأشياء ستكون مختلفة. أعتقد أن الروح العامة ستكون مختلفة، وأنا أتفق مع ضيفك بأننا ممكنون أكثر في الاتصالات وال الإنترنت الآن، والأمور تتغير والأولويات أيضا تتغير. شكرا جزيلا لك السفير لينكولن بلومفيلد، كان معنا من ولاية فيرجينيا الأمريكية وهو الدبلوماسي الأمريكي السابق. أشكر ضيفنا من القاهرة الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، شكرا لكم. موعدنا يتجدد غدا في غرفة الأخبار، إلى اللقاء.